سعادة المستشار، خالص التحية والتقدير لحضرتك طاهر أبو زيد راديو مصر. يعني في البداية أنت أخ كريم لنا قبل أن تكون المتحدث الرسمي باسم الحملة الرسمية لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكثيرا يعني ما كان بيننا لقاءات وحوار. أسمع أحيانا وأعتقد أنه هو فيه جزء من اللغط أن يخرج علينا أحد يطالب بتأجيل العملية الانتخابية. هو هنا لا يدرك أنه يخالف حقنا الدستوري أولا وحقنا القانوني ثانيا، لأن انتخاب مقعد لرئيس جمهورية مصر العربية هو انتخاب لنا جميعا ككل المصريين. ثانيا، نحن بالفعل كنا قادرين على أن ننجز الانتخابات الأولى، وحضرتك أعلم مني في ذلك، في أحلك الأمور الأمنية والسياسية. فما بالنا الآن، ونحن الآن أعتقد أن نحن أكثر الدول استقرارا، فأعتقد أنني يعني أحب أن أسمع رأيك مرة ثانية في هذا الموضوع، أو أن ندعو لإغلاقه تماما، لأننا من حقنا أن نسعد بانتخاب رئيس لبلدنا، أن نوجه صورة حقيقية للعالم بأننا لسنا منذ 1000 أو 2000 بل أكثر من 7000 سنة نحن أصحاب حضارة. النقطة الثانية في إدارة الحملة الانتخابية، يعني طبعا 75 لقاء، أكثر من 203 جهة مشاركة، لكن يعني أتمنى أن يكون هناك ظهور إعلامي أكثر، وحضرتك طبعا من المتحدثين الجيدين، لأن يعني أغلب الناس يريدون الحديث والرؤية المستقبلية لما هو قادم. نحن نعلم أن ما مر هو الأصعب، هذه حقيقة، لكن الناس يحبون أن يسمعون، وخاصة لو من سيادتكم، ما هو جديد القادم. يعني هذه الأمور أعتقد تحتاج توضيح. شكرا. شكرا جزيلا. أنا أوضحت وسأؤكد مرة أخرى وسأطلب طلبا صغيرا، تأجيل العملية الانتخابية غير مطروح، لا مجال لتأجيل العملية الانتخابية، ليس هناك مبرر دستوري أو قانوني أو واقعي يدعونا لتأجيل العملية الانتخابية. نحن الآن في ظروف أفضل بكثير من الظروف التي كانت تمر بها البلاد في سنة 11 و12 و13، وبالتالي أجريت الانتخابات والاستفتاءات في هذه الظروف، في هذه الظروف الدقيقة، بفضل وعي الشعب المصري وبفضل قوة مؤسساتها ووقوفها وقفة صلبة في ظهر الدولة. لا أتصور أن أصلا في وجه مقارنة ما بين ظروف 11 و12 و13 عن الآن. نحن ننعم بأمن وسلام واستقرار يعني مش موجود في المنطقة اللي حوالينا بشكل كبير، فبالتالي لنغلق هذا الموضوع نهائيا من فضل حضراتكم. أما فيما يتعلق برؤيتنا المستقبلية، فقد أشرت أن احنا حريصين على التواصل الفعال مع كل وسائل الإعلام، حريصين على أن الرؤية الانتخابية تبقى موجودة إن شاء الله في المؤتمر الصحفي القادم ويتم الإعلان عنها بشكل أكبر. الحملة لست أنا بمفردي بالمناسبة، الحملة يعني معايا هيئة مكتب متعددة ومتنوعة كلهم من الشباب، معايا مكتب فني من خيرة شباب مصر، وبالمناسبة غالبيتهم من السيدات والإناث، وأثبتنا كفاءة عالية في العمل. احنا الحقيقة حريصين على التواصل والانفتاح، وهنظهر في الإعلام إن شاء الله، لكن احنا عمركم ما سألتوا سؤال واحنا تأخرنا. لكن الفترة اللي فاتت زي ما حضرتك عارف، المفروض ان الدعاية الانتخابية تبدأ رسميا من لحظة اعلان القائمة النهائية للمترشحين، علشان كده احنا كنا بنستقبل الناس التي اعلنت تأييدها في مقرنا كنوع من انواع التشاور والتنسيق. ان شاء الله المرحلة المقبلة ستشهد يعني توسع في توضيح رسالتنا ورؤيتنا ورؤية مرشحنا في الانتخابات القادمة.